السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي المشاهدين، إن شاء الله كامل تكونوا بصحة جيدة. مرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة نينا تي في. وصفتنا لنهار اليوم هي الأرز بالكوسة أو بما يسمى لوغي افيك لي كورجيت. هي وصفة جد سهلة ولذيذة وسريعة واقتصادية. نتمنى كامل جربوها وترجعوا لي الخبر في لي كومونتير. فوالا، هاد الوصفة كليتها عند وحدة صاحبتي قورية وعجبتني بزاف، وأيضا هي جد صحية، سي بوغ سا حبيت نبارطاجيها معاكم. بالنسبة للمقادير، أول حاجة نبدأ بها هي الرز. كما كتشوفوا هنا الرز تاعي بيان بدا يشرب شوية الماء، لو رطبته مدة 30 دقيقة. استعملت فيه 2 كيسان ونصف. بالنسبة للكاس استعملته، هو ما هو كبير ما هو صغير، هذا هو الكاس اللي راكم تشوفوا فيه. استعملت منه 2 كيسان ونصف. 2 كيسان ونصف يكفي وقس 6 عباد. هنا عندي البصل قطعته بهذه الطريقة، ثوم، كورجات، طماطيش صغيرة، زبدة، الزيت، عطرة، فلفل كحل اللي هو باللون الأبيض، والملح، وورقة عند، وجومبو تاع الدجاج. فوالا، عندي فرماج غابي، استعملي نيمبورت فرماج شيدار ولا اللي حبيتي. عندي لا كريم فريش الى كريم ليكيد، تقدري تعوضيهم بياوغت ناتور ولا فوالا بياوغت ناتور والحليب. وعندي 2 حبات بيض. فوالا، هذو هما المقادير. اول حاجه هي نذوب الزبده ديالي بشويه زيت في مقله، نرمي عليها البصل ونزيد عليها شويه تاع الثوم اللي كنت استعملت فيها 3 فصوص، قطعتهم بهذه الطريقه، نقليهم بيان، خلي حتى البصل ديالي يبدا يدبل، نرمي عليه حبه تاع جومبو، نحرك بيان باش الحبه هذيك تذوب. كي نشوف بعد ما ذاب الجومبو تاعي وتقلات بيان البصل ديالي، نرمي عليها الكورجات، زيد نخلي الكورجات حتى تدبل، ونرمي عليها الرز تاعي اللي كنت صفيته من الماء. والان زيد عليها شويه فلفل كحل، نص معلقه صغيره، وشويه ديال الزعتر، وورقه تاع عند، وشويه تاع الملح. الملح ما نكتروش بزاف باسكو درنا ديجا الجومبو تاع الدجاج، كما نعرفوا الجومبو مالح. فوالا، نحرك بيان باش هذاك الرز يشرب هذوك لي زيبيس. ابخي نزيد عليه طماطيش صغيره اللي قطعتها بهذه الطريقه. والان نزيد عليها 3 كيسان ماء، ما كترتش الماء باسكو ديجا الروز تاعي شرب بالماء مده 30 دقيقه، الوغ راح ندير غير 3 كيسان. فوالا، ونخلي الروز حتى يتشرب كامل هذاك الماء، هنا ما بقالوش يشرب، لازم الرز تشوفيه نشف، خلاص نشف تماما من هذاك الماء. فوالا، حتى يولي نتحصل عليه بهذه الطريقه باش نقدر نستعمله في البلاطو اللي نديرو في الكوشه. والان بعد ما شرب لي الماء درته في البلاطو، والان راح نخدم لاصوص اللي راح نديرها من الفوق تاع لا كريم فريش. كسرت 2 حبات بيض وزدت عليهم شويه فلفل كحل، شويه ملح، وشويه فرماج غابي. ابخي درت عليهم لا كريم فريش اللي قلت لكم، اللي ما عندوش لا كريم فريش يقدر يعوضها بياغورت ناتور، وزدت عليهم شويه لا كريم ليكيد، واللي ما عندوش لا كريم ليكيد يقدر يعوضها بالحليب. باغ كونطخ انا درتهم باسكو فيهم بنه اكثر من الحليب وياغورت ناتور. نحرك بيان بهذه الطريقه، ومن بعد نفرغ كامل هذيك لا كريم فريش فوق لوغي تاعي. صدقوني هاد الوصفة بزاف بنينة. نحرك باش نخلي كامل، نخليش الفراغات، يعني نخلي لا كريم فريش تتشرب كامل هذاك الرز. ابخي نشعل عليها من الفوق ومن تحت لدرجة 190 درجة لمدة 30 دقيقة، 30 مينوت. فوالا،
190 30 مينوت. فوالا، هنا بعد ما جازت 30 دقيقه طاب البلا ديالي، تحصل على هذا الشكل. راح نقسم شويه، ندير شويه في الطبسي باش تشوفوا الشكل النهائي تاعو. هذا هو الشكل النهائي. والان نقول لكم تبقاو على خير، واللي عجبته الوصفه لنهار اليوم ما ينساش يدير جام ويابوني في القناه حتى يصل له كل جديد.